طبعا ناس كتيرة بتتساءل أو بتطرح سؤال غريب ليه علاقة بمن قتل شيماء. هي الناس كلها عارفة مين قتل شيماء، وكلنا شفناهم، الشرطة قتلت شيماء، مفيش أي كلام تاني يخش العقل غير كده. في جرائم كتير بتبقى ملتبسة، يعني بيبقى في اشتباكات وبعض المتظاهرين بيعملوا عنف، الشرطة بترد بعنف مفرط وعشوائي، وإحنا ضد ده. بس حاسة شيماء واضحة وضوح الشمس، مفيهاش أي لبس. بالحقيقة إحنا، وده شيء محزن، إن إحنا نرجع تاني لنفس اللحظة، مش 25 يناير، نفس اللحظة اللي دفعت 25 يناير ممارسات الشرطة. أنت لما 25 يناير اتعملت في هذا اليوم، كانت في بدايتها دعوة للتظاهر الكبير في على ممارسات الشرطة، إحنا رجعنا لنفس اللحظة. إحنا وصلنا لمرحلة إن الداخلية بقت جهاز يمارس إجرام. إجرام بمعنى إنه خرق قانون التظاهر مش مخالفة، الناس بتتعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة، ده اللي احنا معترضين عليه في المحكمة الدستورية زي ما أستاذ خالد بيقول، لكن بقى تصريح بالقتل، تصريح بالقتل. وأنا حزينة إن حد زي أستاذ مدحت الزاهد يضطر أن يقف هذا الموقف ويشرح إنه ده تقدير سياسي نختلف أو نتفق فيه، إن احنا نعمل مسيرة إمتى ومظاهرة إمتى ومؤتمر إمتى، لكن لا يجوز إن يكون ثمنه قتل. احنا بقينا نتعامل مع جهاز بيتعامل بإجرام كامل، وبيتعامل ان هو فوق العقاب، وعنده حاله افلات كامله جايه له من اعلى راس في الدوله، انه اشتغلوا ولموا الامن وواجهوا الارهاب وايديكم مطلقه.